عادت الفنانة غادة عبد الرازق من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قضت عدة أيام برفقة ابنتها روتانا وحفيدتها خديجة التي ولدت هناك نهاية الشهر الماضي. وبدأت غادة تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد حكاية حياة الذي تلتقي فيه للمرة الثانية مع كل من المؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد ثاني. بيشارك في المسلسل خالد سليم وطارق لطفي وروجينا. طب ما تعملي ايه يا فريد؟ هاتلو.